طب انا عايز اروح لاصغر الحاضرين ولكن هو من الابطال الكبار. الحسن اسمك حلو جدا ما شاء الله. ربنا يخليك. مين اللي اختار الاسم ده، الوالد ولا الوالده؟ الوالده. الوالده سلم لي عليها. من عينيا. انا احب الاسم ده جدا جدا يعني. احكي لي بقى انت انضميت امتى؟ انا لسه دي اول بطوله ليا الحمد لله، ويعني وشي حلو بس يعني فخر طبعا ان الواحد اول بطوله ليه يوصل كاس عالم. في ناس بتقعد ممكن حياتها كلها وعمرهم ما يوصلوا لحاجه زي كده، بس يعني الواحد معاه فريق يعدي في الزلط الحمد لله. واضح يعني ما شاء الله عليهم. الله اكبر. لا يعني كانت طبعا اول تجربه لذيذه وصعب ان الواحد يعلي على كده، فان شاء الله يعني نفضل بقى مكملين المشوار ده ونقدر نعمل حاجه في كاس العالم ونقدر مكملين بعد كده اولمبيات وحاجات كده يعني. بص اللي انا واثق منه انه ان شاء الله حقيقي انتوا هتخشوا كاس عالم ان شاء الله، واللي انا اعتقده بقى هنا بس الايمان بقى معايا يعني ان شاء الله ربنا يملانا بالايمان وان شاء الله تشدوا حيلكم. هو انتوا هترجعوا بالبطوله؟ انا من الناس بالمناسبه وحياه امي الغاليه مقتنع اقتناع كامل ما فيش حاجه اسمها اسوياء ومش اسوياء، لان انا ليا صديق عزيز جدا كريم، هو عارف انا عشره انا وكريم بقالنا من سنه كام يا كيمو، كنا نقول له كركره، من سنه 2003. كريم ده هو رجليه الاثنين تعبانين جدا، هو كريم بيشتغل اكتر مننا بكتير، فمفيش حاجه اسمها كده ولا كده. انا اخر حاجه هسالها للحسن معلش انا عشان اطول عليكم سنه، بس اخر حاجه هسالها، انت ليه خدت قرار تلعب باسكت بول؟ انا كنت بلعب لعبه صعبه يا حسن. اوكي ممتع. انا كنت جدا انا احبها بالمناسبه. هقول لك انا كنت بلعب من قبل اصلا اصابتي، يعني انا اتصبت وانا عندي 18 سنه وكنت بلعب باسكت اسوياء وكان نوع من الريهاب بتاعي يعني في بعد ما اتصبت ان قالوا لي تجرب على كره سله على كراسي متحركه. وانا كان في دماغي اللي هو يا عم انا كنت راجل بلعب وفي نادي وداخل منتخب وجاي تقول لي العب على كراسي متحركه، فبالنسبه لي يعني الموضوع كنت لا رافض الفكره. تلعب في الاهلي؟ لا كنت بلعب في الصيد. ماشي بس انت اهلاوي يعني. اهلاوي. وانا اهلاوي. بيبانوا اليوم طريقه كده. انا اهلاوي بحب الاهلي. اهلاوي برضه؟ احب الاهلي قوي. احنا اقليه يا دكتور. كمل. بس يعني المهم جربت اللعبه والصراحه ذهلت يعني من الكونتاكت اللي في اللعبه وقد ايه اللعبه فيها احتكاك وسرعه، يعني كانت حاجه بالنسبه لي غير طبيعيه وحبيتها على طول. وكملت بقى فيها بعد ما يعني بعد ما خلصت التأهيل بتاعي كملت فيها وحبيت ان انا افضل مكمل، وحتى رحت درست يعني قدمت في جامعه بره ان انا اروح العب باسكت هناك واتقبلت ورحت على منحه دراسيه ورحت لعبت هناك والحمد لله رجعت. رحت جامعه ايه يا اروبا؟ رحت جامعه في تكساس اسمها تكساس ارلينغتون، والحمد لله قدرت ان انا يعني بعد شغل هناك ان انا ارجع واشرف بلدي في البطوله دي، وان شاء الله بطولات جايه كتير باذن الله. باذن الله يعني يديكوا الصحه والعمر ويديكوا القدره. انا عايز اشكرك جدا يا دكتور عادل على تكوين الفريق الحلو ده وعلى طول بالك سنين طويله